تعزيز ثقافة الوقاية من الإدمان وتسليط الضوء على الإجراءات المنتهجة من طرف الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، مع التأكيد على ضرورة تنسيق الجهود لمكافحة المخدرات. تلك كانت أهم محاور اليوم الإعلامي الوطني حول مكافحة الإدمان في ظل الحملة الوطنية التي تم إطلاقها عبر كامل التراب الوطني للتوعية بمخاطر هذه الآفة على الفرد والمجتمع. في الحقيقة يعني وجب علينا اليوم انه يعني نتكاتفوا جميعا، لانه الظاهرة اخذت ابعاد خطيرة، يعني آفة المخدرات اصبحت حديث يعني العامة، ولذلك يعني وجب علينا كأطراف فاعلة في المجتمع، يعني الصندوق وكل يعني الفاعلين، انهم يتكاتفوا ويعملوا من اجل التوعية وايضا يعني استعمال كل وسائل للحد من هذه الظاهرة الخطيرة. ركزنا على الإرادة تاع الشاب، هذه وحدة، وركزنا على الوقاية. الوقاية راهي ألف مرة خير من العلاج. قادرين نديروا ألف كونفيرونس والوقاية تكون غايبة، ما قدرنا نديروا والو. الملتقى كان مناسبة لإطلاق خدمة جديدة لفائدة الأطباء المستشارين التابعين للصندوق الوطني للتأمينات، ستسمح لهم بتسجيل كل النشاطات التحسيسية الوقائية لفائدة مرتادي مصالح المراقبة الطبية في إطار تعزيز رقمنة القطاع. تم اليوم الإعلان على خدمة جديدة للأطباء الاستشاريين، واللي تسمح أنه باستعمال الرقمنة بإجراء يعني تثمين لكل النشاطات المتعلقة بالوقاية من أخطار الأدوية ذات أو المهلوسات، وكذلك إدراج الرقمنة ضمن كل ما هو تشخيص مبكر لحالات اللي يمكن أنها تكون معرضة للإدمان. خبراء وأخصائيين نفسانيين شددوا على ضرورة الاهتمام بالمتابعة النفسية للمدمنين، مشيرين إلى أهمية الدعم النفسي للمريض والذي من شأنه الإسهام بشكل كبير في التعافي. لازمو دي سوان، ثاني لازمو إن بسيكوتيرابي، ثالثا لازمو أن أكومبانيمون سوسيال، سواء يوفره له العائلة ولا يوفره له الجهات المختصة. خامسا المتابعة، سادسا الإدماج الاجتماعي، سابعا النقطة المهمة والتضامن، عائلة، طبيب، المؤسسة اللي يخدم فيها ولا اللي يقرا فيها. ويبقى تكثيف العمل التوعوي والتحسيسي ضرورة قصوى حماية وحفاظا على المجتمع، لا سيما الشباب باعتبارهم مستهدفين وهم الذين يمثلون مستقبل البلاد.